والناس عملت الخلاصة دي سألقى الله وأنا مرتاح. هي إيه؟ أن تجعل الله أولا في حياتك، وأن تعرف قدر نفسك، أن تقرأها، أن تقبل ضعفها، أن تضبط المدخلات، أن تخلي نفسك مما فيها من شوائب، أن تحليها بما يلزمها بفقه اليوم والليلة الذي ذكرناه في آخر جلسة. بعد الكلام ده كله أنت محتاج أن تلزم العمل وتزكي هذه النفس وتبقى على التدريب ثم التدريب ثم التدريب. فاكر كلمة ابن القيم؟ وبتكراره يعطي العادة. ما ينفعش تتوقف لمجرد أنك الله إيه الجلسات الجميلة دي، ده أنا والله أوكي، وبعدين بعد رمضان هتعمل إيه؟ أتوقف. ما ينفعش، سيبقى العمل إلى أن تلقى الله، وستبقى في حالة شغل مستمر إلى أن تلقى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى الخلاصة التي أريدها من الناس، اعرف قدر الله أولا وهو المرجع، واعرف قدر نفسك، اقراها، اقبل ضعفها، اضبط المدخلات اللي داخله، خلي نفسك من شوائبها، حلي نفسك بما يلزمها، واستمر على هذا الفعل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وما تنسوش الصلاة، وما تنساش الطمأنينة اللي تكلمنا عنها في الصلاة، ما تنسوش أهمية التخلية، ما تنسوش أهمية التعبير، ما تنساش فكرة أنك ينبغي أن تعطي نفسك كل يوم شيء جديد، ما تنساش علم الاستخلاف، ما تنساش العلم الشرعي، ما تنساش الترويح. لو افتكرنا الكلام ده، أنا أظن أن احنا بفضل الله نبقى ادينا النفس أقل القليل مما يلزمها لتزكية ذاتها. ولنتذكر أولا وآخرا أننا مخلوقين، مش آلهة، مش خالقين، ضعفاء محتاجين. وكل ما تكلمنا فيه من الحاجة والألم واللذة والطمأنينة والسعادة والرضا والشقاء والكبد والجنة والأرض وكل الكلام ده، أنا أظن أنه لو الكلام ده تفهم صحيح، يمكن كان في المقدمات نظرية شوية، البعض ربما رأى أنه يريد كنت دخلته على طول، بس صدقني من خبرة لو كنا دخلنا على طول في المواد اللي بعد كده كانت نوعا ما مفهومة، كان الناس هيقولوا طب الكلام ده مبني على إيه؟ طب أنا إيه اللي عرفني أنه الكلام ده صحيح ولا لا؟ طب أنا إزاي أضبط أصلاً فكرة أن أنا أفكر إزاي وأعقل إزاي؟ فمرة تانية، الله أولاً، أعرف نفسي، أقبل ضعفها، أضبط المدخلات، أخلي ما فيها من شوائب، أحلي النفس بما يلزمها، وأتدرب ثم أتدرب ثم أتدرب إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. وأتذكر أن الطمأنينة سهلة والسعادة سهلة، هي قرار. أنا أقرر أن أنا أبقى نكد وأبقى سعيد، أبقى بسيط وأبقى معقد، الكلام ده قرار مني أنا. أظن هي دي يمكن يعني الجملة الختامية بين قوسين التي تجمل كل ما مضى. خلينا أنا أسألك في الجلسات دي، إيه أكتر حاجة استوقفتك؟ أو بلاش أكتر، ما الذي استوقفك أكثر من غيري؟ والله كل الكلام يعني استوقف الواحد، لأنه يمكن حاجات كتير أول مرة يسمعها، لكن من أكثرها ربما موضوع التعبير. جميل، لأنه الواحد حس أنه ده يعني جواه حاجات كتير كان نفسه يقولها، وما يعرفش أن دي سبب كبير جدا في أنه هو يعني نفسيته مش مظبوطة. يبقى التعبير. نعم، برضو موضوع التخلية. التخلية يعني كان مأثر على الواحد جدا، وموضوع التحلية برضو احنا مقصرين فيه، وأقل القليل. نعم، أنا يهمني في التحلية أقل القليل. جاتني رسالة فكرتني بيها، واحدة كانت تعاني من الوسواس القهري، تعاني منه يعني متشخصة به، قالت لي يا دكتور أنا أشكرك على أقل القليل، بقى اللي كنت أتصور أنه لا يعني لي شيء لا يعني لي شيء بقى بالنسبة لي يعني كثير. وفي واحدة من الأخوات برضو بعت لي حاجة زي كده، إنه بقى اليوم اللي أنا كان بالنسبة لي في يوم من الأيام لا يعني شيء بقى بالنسبة لي إنجاز كثير. علينا يعني ألا نسيء الظن بأنفسنا، وبلاش نفتكر إنه يعني وربنا حيقبل، ربنا يقبل، ربنا كريم، أنت تقف على باب كريم، بس المهم أن لا تسيء الظن به، أن تحسن الظن به ثم أن تحسن الظن بنفسك. لكن يمكن من أفضل حاجات الدكتور الواحد علقت به يعني أن الإنسان بيدور في هذا الكون حول حاجة واحدة بس، هي ربنا سبحانه وتعالى وإرضائه. ده المفروض. وأنه لما تخلينا عن زي ما حضرتك قلت، أن نتخلى عن إرضاء الناس، وأنه مش مهمتنا في الحياة أن احنا نرضيهم، بقدر ما احنا نرضى ربنا سبحانه وتعالى
ده بيشيل عن الإنسان ضغوطات كبيرة جدا. يمكن سبحان الله أنت دون قصد منك سلمتني إلى آخر حاجة كنت أنا ناوي أنهي بيها الجلسات بتاعتنا وتبقى هي المعايدة الحقيقية. مادة فقه النفس قرابة 4000 شريحة. 4000؟ آه قرابة 4000 شريحة. إحنا خدناهم تقريبا كده في التكوية. يعني عارف أهم شريحة بيها هي إيه؟ إيه؟ شريحة مكتوب فيها الله أنا الآخر. أقول للناس لو أمكنكم أن تحيوا هذه العلاقة كما هي لا بتحتاجوا فقه نفس ولا بتحتاجوا كورسات ولا بتحتاجوا. في ناس عايشين العلاقة دي من غير ما ياخدوا أي كورس. الله أولا ثم النفس ثم الآخر أهم شريحة لي لأنها تختصر كل حاجة. بس ده يحتاج إلى علم، يحتاج إلى أن تعلم بأن الله عشان تعرفه لازم تعرف من هو، تقرأ كلامه، تعرف يعني إيه أسماء وصفات، تعرف يعني إيه الرحمن الرحيم الكريم القادر الجبار المحيط الواسع المقيت. إحنا ما نعرفش، إحنا بنعرف اللي الناس قالوه لنا عن ربنا لكن لا نسمع كلامه عن ذاته. طيب، وبالتالي اللي أنا عايز أقوله لو أمكننا أن نسقط الناس من حسابنا، الناس ليسوا آلهة، الإله هو الله. الناس يزعلوا يزعلوا، أنا في الآخر عايز رضا ربنا. من أرضى الله بسخط الناس، كلام بنقوله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ولو بعد حين، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فاكر أنا كنت يعني سخرت في يوم من الأيام من اللي سميته الطرب الفسيخ، طيب الطرب الأصيل. إحنا في عندنا أجيال نشأت على تعظيم الآخر، قبل ما تشوفك عينيا مش عارف أنت الأول والآخر، حياتي من غيرك عذاب والكلام ده كله، ومعظم كلمات الأغاني. ينبغي أن نعيد النظر مرة أخرى. ولذلك أنا هنا الحقيقة أنهي بأبيات جميلة هي من قصة منسوبة الأبيات فيها إلى شيماء أخت الرسول. لما جوزها كان كافر وهي بتحبه بس في نفس الوقت هو مش عايز يسلم، فقالت وجريحاه وما يدري جراحي كم قتيل في الهوى دون سلاحي، كنت لي زادا وريا وغراما يحتويني في مسائي وصباحي، قد غدا وصلك لي غير مباحي، ليت قلبي يطلق اليوم سراحي، أفترقنا أم على وشك افتراق، وانتهينا أم ترى للحب باق، كلما سارت خطانا للتلاقي كنت تأبى للخطى غير الفراق، يا جريحا دمه الغالي مراق، إن جرحي فيك نار واحتراق. بص بقى الختم، ربنا اغفر لي إذا قلت أحبه، إنما أطمع أن يبصر قلبه، إن يكن حبي له ذنبا فحسبي من رجل الغفران إذ يهديه ربه، يا إلهي قد نأى دربي ودربه، فإذا لم تهده لا كان حبه. لو الرسالة دي وصلت، لو علقنا أنفسنا بالله، الكلام ده رسالة لكل زوج، لكل زوجة، لكل أب، لكل أم متعلقة تعلق مرضي بأولادها، لكل ابن أو ابنة متعلق تعلق مرضي بالأب والأم، لكل صديقة متعلقة بصديقتها بتعلق مرضي، اجعلوا الله أولا في حياتكم، أغلقوا على أنفسكم أبوابا في خلوة، امتحنوا أنفسكم بأنكم تغلقوا الهاتف كل يوم ساعتين قبل النوم، عارف أنها صعبة بس والله ستلجؤون إلى جنة. هتستغربوا احنا كنا فين من الكلام ده. وانهي بجمله لابن القيم، انما يجد المشقه في ترك العادات والمألوفات لدى الناس من تركها لغير الله. انا سبت السجائر والدخان عشان صاحبتي من مخلوق لمخلوق، انا سبت فلانه عشان فلانه من مخلوق لمخلوق، لسه في الضعيف لسه في المخلوق. انما يجد المشقه في ترك العادات والمألوفات من تركها لغير الله، اما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله هيحصل له ايه؟ هيتبسط على طول؟ لا. شوف الطب النفسي الطبيعي عند ابن القيم، فإنما يجد المشقة لأول وهلة وذلك ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. الله، وش أنت بتقول أنا سبتهم عشانك يا رب؟ حمتحنك. فإن صبر، لو صبر بس على شوية شلة سبهم ولا شوية مش عارف إيه، فإن صبر استحالت لذة تحولت إلى لذة، وكان أجل ما يعوض به الأنس بالله. لو أمكن الإنسان أن يخرج من رمضان وهو محقق حتة أن أنا أستأنس بالله،
ساعتها سآنس بأقل القليل من زوجة ومن ولد ومن عيش ومن زبادي ومن هدمة بسيطة ومن ومن ومن. والله الحياة أبسط مما نظن، لكن بس علينا أن نحليها بأن نأنس بالله أولاً وأن نكون عبيداً له أولاً مش عبيد لغيره. ساعتها لو وصلنا للمرحلة دي أنا أظن أنه حيزت لنا الدنيا وأننا دخلنا جنة الدنيا قبل أن ندخل جنة الآخرة إن شاء الله. أظن يمكن بالنهاية دي يمكن تبقى دي يمكن الهدية اللي أنا أرضى أن أسلمها لك، على يعني على وعسى أن ألقى بها الله يوم القيامة وأن تأتي لي أنت شفيعا إذا وقفنا أمام الله سبحانه وتعالى. طيب